السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. أخوكم برياض. طبعا راح اليوم عندنا اللي هو اكسبلور 2013، عندنا تنظيف الثروتل أو البوابة، مع حساس الهواء حق الثلاجة، ومع حساس الهواء حق القربة. طبعا راح إن شاء الله نفك أول شيء الهوز من هنا على طريق القفيز، الهوز هنا على طريق القفيز، ونطلع إن شاء الله بعدها الثروتل وحساس الهواء وحساس القربة. هذا حساس الهواء حق القربة عن طريق مسمارين، فكهم تسحب الحساس. راح نفك إن شاء الله الحساس القربة عن طريق الهواء الثلاجة عن طريق مسمارين، تسحب الفيشة وتسحب برضه كمان فيشة البوابة من هنا عن طريق الضغط. طبعا هذا فكنا الحساس الثلاجة زي ما تشايفين، وعشان تفك الرأس من الحساس الثلاجة عندك هنا في كليبس تضغط. اتمنى هنا واحد يواجد عنده مشكلة من هذه المشاكل خصوصا بعد الميتين للأسفل. شوفوا لنا طلع معنا الآن، يقدر اسحب ال البلف او حساس الثلاجة. هذا هو حساس الثلاجة، بقي معنا الآن اللي هو البوابة، 4 مسامير من هنا وراح يطلع معنا. وهذه البوابة طبعا صراحة ما في ذاك التساخ الواضح الكبير، لكن راح نسوي لها عملية تنظيف. كمان برضه راح نسوي لها عملية تنظيف للمجرى الثلاجة حق البوابة. راح ننظف المجرى. ما شاء الله ما فيها ترسبات او زيوت المعتادة اللي انا اشوفها في السيارات الاخرى. ما شاء الله نظيف ما شاء الله. طبعا هذا حساس الهواء حق الثلاجة وحق البوابة أو حق القربة، كلها نضفها الآن بالبنزين. وهذه البوابة بعد التنظيف ما شاء الله تبارك الله تلق. راح نركب إن شاء الله. ركبنا حساس الثلاجة، الفيشة، الهوز مع القفلة الخضراء، هذه قطعة كليبس، حساس أو الفيشة البوابة، البوابة شديناها. راح نركب إن شاء الله الآن اللي هو الهوز حق الثروتل وحساس القربة. خلصنا من تركيب حساس الهواء الهوز، ركبنا الهوز حق البوابة، شديناه، فيش الهواء البوابة، هوز الثلاجة. أنا راح نشغل إن شاء الله، أو قبل أن نشغل نسوي عملية ريست للبوابة. طبعا راح الآن نسوي عملية اللي هو ريست للبوابة، طبعا في عن طريق الموقع السيارة، في عن طريق اللي هو الاختصارات حق ضبط الريست او ضبط الاعدادات او عاده الضبط. زي عندنا هنا الثروتل، هنا عندنا الثروتل، راح نختار اللي هو الفورد، نضغط الفورد، نختار اللي هو اسم السيارة، اكسبلور، ماكينة 3.5، عملية ريست، اوكي جانا كومبليت. يطلب مني برضه اطفي سويتش السيارة، سوى اوكي. الان عملنا ريست للبوابة، الان راح نشغل ان شاء الله. طبعا بعد المربع شغلنا والحمد لله رب العالمين الامور طيبة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.